كل التجارب السابقة من حد نوعيت لليوم حطت بإشي واحد اللي هو اسمه نار عمر صار اليوم على الأرض. اسمي عمر شرباتي، عمري 26 سنة، وأنا اليوم أعتبر فنان مقدسي فلسطيني عايش في مدينة القدس. بلدنا هي من أجمل البلاد الموجودة على الكرة الأرضية، يعني قد ما تلف وتروح بالعالم فيش تلاقيش أجمل من القدس وفلسطين يعني. اسمي علي مرعي، عمري 21 سنة. أنا دانا سلامي. اسمي قمر. أنا اسمي دلال متولي. ساكن ببيروت، بدرس بالجامعة اللبنانية وبشتغل فن. عمري 21 سنة وأعيش بالعاصمة العراقية. عمري 23، من عمان وبرسم فن بالشارع. اخترت الفن لأنه هو أكثر شيء بيعبر عن الأشياء اللي جواتي. إنك تكون عايش بمكان صعب لهي الدرجة هو بحد ذاته إنجاز، إنك أنت تتحدى كل يوم كل الأشخاص يلي هن ما بيتقبلوا فكرة الفن، إن تتجاوز الأشياء المادية والأشياء المعنوية. أنا بصراحة ما فيني أوصف لك الواقع يلي موجود برا هذا المرسم. بعرف انه كثير ظروف صعبه، بعرف انه في عالم كثير ما انا قدرانه تعيش، وبعرف انه ما في كهرباء وتطول القائمه، بس انا يمكن اذا بطلع برات لهذا المرسم وبصير بشوف كل شيء بشع، انا يمكن ما عاد تكون دانا، ما عاد تكون نفسي اللي قادره عم تعمل لوحه اليوم. ما صير حاول بعد عنها، ما بعرف ليش، بس ما بحس حالي رح أكون مثل أنا هربانة، يمكن بعدة، بس لولا هيك أنا ما فيني أشوف هذا الشيء البشع، ما فيني أشوفه. فضي الغضب الموجود جواتك بقلب اللوحة، إذا مش قادرين ننزل نعمل ثورة حقيقية إلا قيمة، بدك تلاقي مطرح تاني تشتغل فيه. أكيد الحياة على الشاب اللبناني صعبة كتير، صارت بوضعنا الحالي أغلب الشباب كلها عم تفكر بالسفر. مساقبة إنه أنا مش ناوي سافر، ناوي ضل هون. مع كل شيء عم بيصير بالبلد، إنه عالم لاقطين الحكم وبنفس الوقت نحن عم نواجههم، بتخيل لازم نواجههم بكتير أساليب منهم الفن. الوضع يعني هو مو مستقر، احنا دائما عايشين بحالة خوف انه شنو راح يصير بعدين، راح نقدر نكمل بالشغل من نال بعد اسبوع بعد شهر، ما نعرف، يعني نحس دائما بعدم الاستقرار من كل النواحي. يعني أكو أمل إنه الوضع يتحسن ويستقر أكثر بالمستقبل، ويمكن يأخذ هذا وقت طويل، بس إذا أكيد كان الوضع مستقر بالعراق حيتيح فرصة للناس أكثر تكون ضمن هذا المجال الفني أو الموسيقي، راح نكون مرتاحين وهواية أشياء راح تسهل علينا كموسيقيين. It's so interesting. It's not just like ماخذ بلان كانفاس وعم تحطها مكان. You're really interacting مع بيئة كاملة. Which is really nice. وفيها كثير طبقات، you know. The historical association, the people that are there, the economic level. قد ايه بدك؟ تشتري شو؟ اشتريها بطاطا. قد ايه البطاطا؟ قد ايه عمرك؟ عمري 5. 5؟ هاي 10، 20، 30. Very important يعني to understand that context.
because بتصير انت عم تعمل عمل بغير بالبيئه اللي انت فيها like quite literally you know so it's very يعني بحس في لازم حساسيه زياده على الجداريات. هيها اظن لي مستقبل بهذا البلد. بحس دائما وين ما تكون بالعالم انك جزء من او لإلي على القليلة عندي المسؤولية انه مش بس مسؤولية لكن من وين انا طلعت انا برجع يعني قد ما هذا المكان اعطاني وقد الاشياء اللي ما اعطاني اياها انا لازم ارجع له واذا ما اعطاني كفاية اذا انا لازم أأمن للي بعدي انه ينعطى له هذا الاشي سو بحس بهاي المسؤولية. اكيد بلاقي مستقبلي بلبنان لانه بشوف علي واجب مثل ما على كل حدا فنان كان عليه واجب مثل انه كل جيل قدم شيء فنحن جيل لازم مطرح من المطارح نقدم شيء ومنهم فنيا. انا بكل خطوه بمشيها بهذا المكان انا بشوف شيء حلو بتامل البناء الجميل بتامل الاشخاص بتامل ملامحهم تعابير وشهم شوف روحهم من جوا كيف عم تضحك رغم كل شيء عم يصير. بعد ما تخرجت كنت مفكرة انه دغري انا حدور على مكان سافر فيه. بعدين حسيت انه في اشياء كثير حلوة انا لازم اعملها هون ولازم ورجي العالم انه نحن كفنانين قادرين نعمل فن بهذا المكان. دائما احاول ابتعد عن النظره السلبيه بس ان شاء الله يعني نتوجه للاحسن. ايضا احس هسه اكو فرق عن قبل 10 سنين مثلا فاتمنى انه بعد 10 سنين انه يكون بعد احسن واحسن. كثير ناس بيقولوا لي بعد ما يشوفوا عرضي بيقولوا لي انه انت مكانك برا البلد مش هون لانه الستيريوتايب المبني عندنا هو مبني انه الناس الفنانه المبدعه كثير هي مكانها برا البلد مش جوا البلد. بس انا بشوف العكس، يعني انا بشوف انه مكاني هو هون، مكاني هو بالبلد، مكاني هو في فلسطين، مكاني هو بين ناسي وهذا هو مكاني. بحس الامل دائما موجود بوجودنا احنا، يعني احنا وجودنا على الارض هو الامل. يعني وجودنا التغيير اللي احنا بنقدر نسويه بالبلد اللي بنقدر نزرعه بشبابنا بنقدر نأثر مجتمعيا. يعني انا بحس دوري مجتمعيا في القدس وفي فلسطين انه انا ارفع من مستوى الفن اشوف انا ايش بقدر اقدم لبلدي لاهلي لاصحابي.